اقرأ وشنف بالضحى آذاني، والمستغاث القلب بالفرقان، ولسورة الإخلاص خذني أستقي من نبعها الصافي عظيم معاني. افتح مغاليق الفؤاد بآية الكرسي واجل العقل بالرحمن، جل بي على آي الكتاب فإنني ترتاح نفسي في حمى القرآن. كم ليلة أمسيت فيها ضائقا، صدري أقاسي حيرتي وأعاني، فأقوم للقرآن يؤنس وحشتي ويضيء ظلمة ليلتي وكياني. هو صاحبي إن عز خل صادق، وسمير قلبي لو يضن زمان. صاح آتى نفحته لول النهى، وقلوبنا تهفو له تشتاق آيات.